جول بشير السبعي، عملها بشير السبعي ويطلع ثابت البطل وتاخد منه خشوع جول. هذه كرة العرضية وهدف جمال حمزة يحط الهدف الأول في المباراة. حكايات الزمالك في شهر رمضان مسلسل متعدد الحلقات من انتصارات مدوية في مباريات حاسمة محلية وقارية وأفراح عمت أرجاء قلعة ميت عقبة. وشهدت مباريات القمة في شهر رمضان المعظم على العديد من الانتصارات الشهيرة لأبناء مدرسة الفن والهندسة عبر تاريخ مواجهات القطبين الزمالك والأهلي في شهر الصيام. وانتصر الزمالك على الأهلي في قمة رمضان، وكانت في 26 من مايو من عام 1985 بمنافسات الدوري الممتاز، حيث تمكن الثنائي طارق يحيى وإيمانويل كوارشي من زيارة الشباك الحمراء والفوز بهدفين مقابل هدف وحسم القمة عن جدارة. وتجددت انتصارات الزمالك في قمة رمضان بقدم حازم إمام، وذلك في نوفمبر من عام 2001 بمنافسات الدور الأول للدوري الممتاز موسم 2001-2002 وانتزاع الفارس الأبيض نقاط القمة إثر الفوز بهدفين مقابل هدف. ويأتي الدور على جمال حمزة ليكون بطل مشهد جديد من مشاهد انتصارات أبناء ميت عقبة في قمة رمضان بتسجيل هدف فوز الزمالك على الأهلي في لقاء الدور الأول من الدوري الممتاز موسم 2003-2004.